بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في المحاضرة الرابعة ضمن شروحات المقرر الخاص بـ Database Programming with SQL. احنا في المحاضرة دي بقى هنبدأ فعليا في دراسة الكورس من خلال الـ iLearning System، وهنبدأ بـ Section 1. سيكشن 1 بيتكلم على الـ Relational Databases and SQL. في السيكشن ده الهدف منه هو ان هو بيدينا فكره مبسطه يعني ايه ريليشنال داتابيزز، وانواع السيكوال ستيتمنتس او انواع الجمل بتاعت الاس كيو ال اللي احنا هنكتبها بالفعل في هذا المقرر. فخلينا نبدا. لو فتحنا الاي ليرنينج سيستم زي ما شفنا المره اللي فاتت، احنا لو تذكروا المره اللي فاتت عملنا مع سيكشن 0 وشفنا الكورس ريسورسز، هنبدا المره دي في سيكشن 1. وخلي بالكم زي طبيعة كل المقررات بتاعة أوراكل أكاديمي، السكشن بيتكون من مجموعة من الليسونز. فهنا مثلا على سبيل المثال سكشن 1 اللي هو اسمه Introduction، وزي ما اتفقنا هو بيديني كده مقدمة عن Relational Databases والSQL Statements وأنواعها، وهو بيتكون من 3 Lessons. ادي الليسونز الثلاثة موجودين تحتهم. بتبدأ بقى تنتقل بين هذه الليسونز او هذه الدروس واحد وراء التاني. الليسون الاولاني احنا غطيناه في المحاضره اللي فاتت اللي هي كانت بتتكلم على الاوراكل ابلكيشن اكسبريس. احنا فتحنا مع بعض الاوراكل ابلكيشن اكسبريس وتعرفنا كمان على الكومبوننتس المختلفه في الاوراكل ابلكيشن اكسبريس او الابكس. شفنا ان في حاجه اسمها سيكوال وركشوب، في حاجه اسمها اوبجكت براوزر، في حاجه اسمها سيكوال كوماند، شفنا ان في حاجه اسمها ابلكيشن بيلدر وما الى ذلك. فانا خلاص مش هرجع تاني للليسون رقم واحد، احنا بالفعل غطيناه. هنخش مباشره على الليسون الثاني اللي هو بيتكلم على الريليشنال داتابيز تكنولوجي. هذا الليسون زي ما هنشوف دلوقتي، ويخلي بالك برضو اللي انا هعمله المره دي يعني هكتر في الكلام فيه عشان انا بعرفك على طبيعه التعامل مع الكورسز، لكن بعد كده خلاص انا مش هقول الكلام ده تاني. اي ليسون هنفتحه هنلاقي في الاول خالص حاجه اسمها الاوبجكتيفز، ودي مهمه جدا انك انت تقرا الاوبجكتيفز او الاهداف من هذا الليسون عشان تبقى عارف اهميته ايه بالنسبه لك. في ناس كتير يا جماعه بتقرا موضوعات لكن مش عارفه ايه وجه الاستفاده من هذا الليسون، فبيشعر بالملل، بيشعر ان الكلام ده ملوش اهميه. لكن لو انا اطلعت على الاوبجكتيفز او الاهداف من هذا الليسون او هذا الدرس، فوانا بذاكر ببقى عارف هو هيفيدني فين بعد كده، فبهتم زياده شويه لان عارف اهميته. فهنا الاوبجكتيفز بتاعت هذا الليسون ايه؟ This lesson covers the following objectives. اولا هو عاوز يدينا define and give an example of relational database. هيعرف relational databases يعني ايه relational databases، وهيدينا example كده على relational databases. هيعمل identify للتيبل key terms. احنا عندنا في حاجة اساسية، ويعني اكيد انتوا سمعتوا الكلمة دي قبل كده، التيبل او الجدول. فهو هيعرفك الكي تيرمز او يعني المصطلحات الاساسيه اللي احنا هنستخدمها عند التعامل مع التيبل، انكلودنج الرو، هيشرح لك يعني ايه رو، كولوم، فيلد، يعني ايه برايمري كي، يعني ايه فورين كي وما الى ذلك. ايضا من ضمن الاوبجكتيفز ريليت ذا امبورتنس اوف داتابيزز تو افري داي لايف، يعني عاوزين نشوف اهميه الداتابيزز في حياتنا اليوميه. فهو ده الغرض من الليسون. لو بدأنا نتكلم هنلاقي ان انا عندي الريليشنال داتابيزز او قواعد البيانات. الريليشنال داتابيزز او قواعد البيانات هي عبارة عن ايه؟ قال لك الريليشنال داتابيزز allows tables to be related by means of a common field. يعني ايه بقى؟ اولا الداتابيزز بصفة عامة عارفينها، الداتابيزز اللي هي a collection of related data يعني مجموعة من البيانات، والبيانات دي لها علاقة ببعض، في بينها وبين بعض ارتباط، مش أي بيانات والسلام، لا، البيانات دي ذات صلة، ذات علاقة. أما بجمع مثلا البيانات بتاعة المدرسة، فهتلاقي البيانات اللي موجودة في الداتابيزز بتاعة المدرسة كلها بيانات مرتبطة ببعض، بيانات الطلاب وبيانات المدرسين وبيانات الكورسز أو المقررات اللي بيدرسها الطلبة
والمدرس الفلاني بيدرس اني كورسز بالظبط ودرجات الطلاب في هذه المقررات وما الى ذلك، فتلاقي اللي هي بيانات ريليتد، بيانات لها علاقه ببعض. عندنا من ضمن الانواع المشهوره قوي او المودلز المشهوره قوي في الداتابيزز، عندنا حاجه اسمها الريليشنال داتابيزز. طيب الريليشنال داتابيزز بتخزن البيانات في صوره تيبلز، يبقى التيبلز او الجداول هي وحده التخزين اللي هنخزن فيها البيانات بتاعتنا. الريليشنال داتابيزز بتربط ازاي بين التيبلز دي وبعضها؟ احنا اتفقنا ان الداتا دي في بينها علاقات، في بينها ارتباطات. فالداتابيزز اللي هي بقى نوعها ريليشنال داتابيزز بتربط التيبلز دي ببعضها ازاي؟ عن طريق كومون فيلد. يعني ايه كومون فيلد؟ يعني فيلد مشترك، فيلد مشترك، عمود موجود في التيبل الاولاني وموجود زيه عمود بنفس المواصفات في التيبل الثاني، وبستخدم هذا العمود المشترك في الربط بين الجدولين. فهي دي طريقة الربط في الريليشنال داتابيزز. طيب عشان برضو اللي مش واخد باله يعني ايه فيلد، اللي قدامنا ده يا جماعة ادي شكل مبسط للتيبل، التيبل او الجدول زي ما انت اشتغلت اكسل قبل كده او اكسس عارف ان ده شكل الجدول. فده اللي قدامك ده اسمه عمود او كولوم او فيلد، وده اسمه كولوم وده اسمه كولوم. فاذا التيبل ممكن يحتوي على كولوم او اكثر، عمود او اكثر. طيب كل تيبل الداتا اللي بتخزن فيه بتخزن في شكل روز، الروز اللي هي جمع رو اللي هو الصف. فاذا انا دلوقتي اما باجي اخزن مثلا بيانات كانتري، انت لو تاخد بالك الجدول ده الجدول بتاع الكانتريز، الجدول اللي مخزن فيه بيانات البلدان او المدن. فانا هنا عندي كل كانتري ليها كانتري اي دي وليها كانتري نيم وليها الريجون اي دي. الريجون اي دي المفروض المنطقه اللي هي فيها، هل هي موجوده مثلا في الميدل ايست، موجوده في يوروب، موجوده في افريقيا كده يعني. ف ببدأ أخزن البيانات في شكل صفوف، فبقول والله الكانتري مثلا اسمها كندا، الرمز بتاعها CA، فبكتب CA في الكولوم أو الفيلد اللي اسمه كانتري اي دي، واسم البلد كندا فبكتب كندا تحت الكانتري نيم، والريجون اللي كندا موجودة فيها رقمها 2. ف CA مع كندا مع 2 دول بنسميهم رو. فده اسمه ايه؟ رو. رو يعني صف، رو يعني صف. فاذا انا اما باجي اخزن البيانات في الريليشنال داتابيزز لازم الاول ابني التيبل اللي هو هيكون مكون من مجموعة كولومز او اعمدة او فيلدز، وببدأ انسرت البيانات في هذه الفيلدز، وكل ما دخل البيانات اللي تخص انتيتي معين فبنقول عليه في الحالة دي ان هو اسمه ايه؟ رو. معلش انا بكتر شوية في الجزء ده، بس انا يهمني جدا تكون واضحة ليك الحكاية دي عشان اما نيجي نشتغل بعد كده ما تبقاش متلخبط في المصطلحات اللي احنا بنشتغل عليها. طيب الداتابيز عشان اقول ان هي داتابيز تكون محتوية على الاقل 2 تيبلز مرتبطين ببعض عشان نقدر نقول ان دي داتابيز، قاعدة بيانات فأكثر من بيانات وموجودة في أكثر من جدول مرتبطين ببعض. فعشان أقدر أقول إن دي داتابيز فبيقول يعني على الأقل يكون فيها 2 تيبلز. طيب لو نقلنا على السلايد اللي بعديها، هنا زيادة توضيح اللي كنا بنتكلم فيه إن ده التيبل اللي اسمه كانتري، وإحنا خلاص شرحنا الكلام ده وعرفناه. طيب to understand how important databases have become، هو الراجل عاوز يوضح لك أهمية الداتابيزز في أيامنا الحالية، فبيقول لك consider the following statistics، ودي معلومات ظريفة جدا ومفيدة جدا ليك كراجل شغال في الاندستري بتاعت السوفت وير انك تكون عارف المعلومات البسيطة دي. أولا حاليا 20% من البيانات اللي موجودة في العالم مخزنة في صورة relational database management systems.
20% من البيانات اللي بنتداولها حاليا مخزنه في ريليشنال داتابيز. طيب in the next 2 years في السنتين القادمتين ال databases are expected to grow larger than 100 terabytes. متخيل حجم ال databases في السنتين القادمتين؟ متوقع ان هو يزيد حجم ال databases دي عن 100 تيرا. انت عارف طبعا التيرا اللي هي 1024 جيجا، ف حجم مهول من البيانات هيتم تخزينه في ريليشنال داتابيسز. وبالتالي مهم جدا ان احنا نتقن التعامل مع مثل هذه الانواع من الداتا المخزنه فين؟ في الريليشنال داتابيسز. ايضا بيقول لي من يعني الامثله المشهوره قوي في الريليشنال داتابيسز، قال لك مثلا الداتابيز اللي بتستخدمها شركه فرانس تيليكوم. فرانس تيليكوم حجم الداتابيس بتاعتها قد ايه؟ 29.2 تيرا بايت. متخيل شركة واحدة عندها 29.2 تيرا بايت، زي ما اتفقنا التيرا اللي هي ايه؟ 1000 جيجا، او باكثر دقة هي 1024 جيجا. امازون مثلا على سبيل المثال السايت التجاري الشهير اللي احنا بنتعامل معاه، الداتابيس بتاعته حجمها كام؟ 13 تيرا بايت، وهكذا. فاذا حجم البيانات حجم مهول يا جماعة. فعشان كده بتيجي أهمية الكورس ده، إنك أنت لازم تكون عارف كويس إزاي تتعامل مع الداتابيزز دي بمنتهى الدقة وبمنتهى الاحترافية. هنا حب بقى يتكلم على الكي تيرمز اللي قلنا عليها، أو المصطلحات اللي احنا هنستخدمها عند التعامل مع الداتابيزز والتيبلز بصفة أكثر يعني خصوصية. اتفقنا إن التيبل هو البيزك ستورج ستراكشر، هو ده الشكل الأساسي لتخزين البيانات. اتفقنا ان التيبل بيتكون من مجموعه من الكولومز او الاعمده. الكولوم اللي هو ايه؟ one kind of data in a table. one kind of data in a table يعني لو انا رجعت انا وانت ورا هنا كده اهو، ده كولوم صح؟ اه. ده البيانات دي ايه؟ one kind of data، واحده من البيانات اللي احنا بنحتفظ بيها في الجدول هو الكايند الكانتري اي دي، ده الكانتري نيم، ده برضو كولوم الريجن اي دي، وهكذا. اوكي، فادي الكولوم. الرو زي ما اتفقنا اللي هو الصف. الداتا فور وان تيبل انستنس، وان تيبل انستنس يعني ايه يا جماعه؟ انا كل ما بدخل يا جماعه بيانات هنا ده بنسميه انستنس. احنا ده التيبل ده اسمه ايه؟ كانتريز صح؟ كل كانتري هنسميها انستنس، يعني واحده من الكانتريز المخزنه. لو عندي تيبل اسمه ستودنتس المفروض اخزن فيه بيانات الطلاب، فكل طالب بنسميه انستنس. عندي تيبل اسمه امبلويز هخزن فيه بيانات الموظفين، كل موظف اخزن بياناته بنسميه انستنس. فالرو بيمثل ايه؟ بيمثل انستنس، بيمثل واحد من ضمن الاشياء اللي انا مهتم بحفظ بياناتها في مثل هذا النوع من الجداول. طيب عندنا الفيلد. الفيلد زي ما اتفقنا ممكن نقول عليه هو هو كولوم، او لو احنا عاوزين نبقى اكثر دقة قال لك the one value found at the intersection of row and column. يعني ايه؟ على سبيل المثال مش ده كولوم اللي اسمه كانتر اي دي؟ اه. وده الرو الاولاني؟ اه. السي اي ده نقول عليه فيلد فاليو، اسمه ايه بقى؟ فيلد. ده فيلد. فهو بيقول لي لو انت عاوز تبقى اكثر دقة ما تقولش على الكولوم فيلد، لا. امال ايه الفيلد؟ لا، الفيلد قال لك الفاليو اللي موجودة في التقاطع ما بين الكولوم مع الرو، ماشي. لكن احنا عادة يعني المصطلح المتداول اللي احنا بنقول على الكولوم هو هو الفيلد، يمكن ده غلط مننا بس هي ده التعبير الدارج اللي احنا بنستخدمه. طيب عندي مصطلح كمان اسمه برايمري كي. يعني ايه برايمري كي؟ يونيك ايدنتيفاير فور ايتش رو. يعني ايه بقى؟ زي ما هنشوف دلوقتي ان كل صف من الصفوف اللي موجوده في الجدول لازم يكون مميز. مميز يعني ايه؟ يعني اعرف اميزه عن باقي الصفوف. لو انا عندي مليون صف وعاوز صف بعينه اقدر اوصل له لانه مميز عن باقي الصفوف. طيب احنا هنميز صف عن باقي الصفوف ازاي؟ باستخدام البرايمري كي.
على سبيل المثال هنا الكانتري اي دي اللي هو رمز البلد، هل انت عمرك شفت رمزين لبلدين مختلفين بنفس القيمة او يعني نفس الرمز لبلدين مختلفين؟ لا. هل انت عمرك شفت اتنين طلاب بنفس الستودنت اي دي او بنفس الرقم الجامعي؟ لا. هل انت عمرك شفت اتنين مواطنين بنفس الرقم الوطني او رقم الهوية؟ لا. فاذا لازم يكون عندي حاجة بتميز كل رو او كل انستنس عن باقي الروز او باقي الانستنسز، فده اللي احنا بنسميه البرايمري كي. فالبرايمري كي هو الكولوم اللي انا هستخدمه عشان اميز بيه كل صف عن باقي الصفوف. اوكي، ادي المقصود بالبرايمري كي. طيب الفورين كي، كلمه فورين كي، فورين يعني ايه؟ فورين يعني اجنبي صح او غريب، ده دي ترجمه حرفيه. طب امال المقصود بيها ايه في الداتابيز هنا؟ الفورين كي قال لك كولوم ذات ريفرز تو ا برايمري كي كولوم ان انذر تيبل. يعني ايه الكلام بقى الصعب؟ انت قلت لنا المقرر سهل وجيت تصعب علينا الدنيا اهي، ولا صعب ولا حاجه. مش انا اتفقت انا وانت في الاول ان الريليشنال داتابيزز اما بتيجي تربط بين جدولين بتستخدم كولوم مشترك صح، اللي هو الكومون فيلد، حصل ولا ما حصلش؟ انا قلت الكلام ده صح؟ خليني اوضحها لك بالرسمه هتبقى سهل عليك خالص. يعني دلوقتي انا عندي اهو عندي جدول، انا افترض ادي الجدول الاولاني اللي انا بقول لك عليه وليكن انا هسميه ديبارتس، ده جدول هخزن فيه بيانات الاقسام. فانا عندي ادي الديبارتس، ومن ضمن الكولومز اللي عندي عندي حاجه اسمها ديبارت نمبر، وعندي حاجة هنا اسمها الديبارت نيم. وانا اقترحت ان يكون الديبارت نمبر ده هو البرايمري كي، فبحط تحتي خط كده عشان نبقى مميزين وعارفين ان ده هو البرايمري كي. يعني ايه البرايمري كي؟ اللي هيميز كل قسم عن باقي الاقسام صح؟ طيب فانا عندي مثلا على سبيل المثال القسم رقم واحد اللي اسمه اي اس، قسم رقم اتنين اللي اسمه سي اس، قسم رقم 3 اللي اسمه مثلا كمبيوتر انجينيرنج سي اي، وبعدين عندي ستودنتس، ده جدول اخر هحجزن فيه بيانات الطلاب بتوعي. فانا عندي هنا في الستودنتس عندي اهو عمود اساسي اسمه ستودنت نمبر او ستودنت اي دي، وده برضه هيبقى حاجه مميزه فانا هخليه هو البرايمري كي. وعندي الستودنت نيم اللي هو اسم الطالب. طيب انا عاوز اربط الطلاب بالاقسام، فهنا اتفقنا ان احنا عشان نربط هنستخدم ايه؟ كومون فيلد صح، عمود مشترك. فانا هحط هنا وليكن الدي نمبر اللي هو رقم القسم اللي الطالب بيدرس فيه صح ولا مش صح؟ طيب فدلوقتي انا جيت اخزن البيانات في بتاعة الطلاب، فقلت والله الطالب رقم واحد اسمه أحمد، وأحمد ده بيدرس في القسم رقم 10. الكلام ده صح ولا غلط؟ ها الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لأن أنت ما عندكش إلا ثلاث أقسام بس، إزاي أحمد بيدرس في القسم رقم 10 صح؟ طيب أنا عشان ما يحصلش الخطأ ده فأنا عاوز أعمل إيه؟ عاوز الدي نمبر ده او العمود اللي اسمه دي نمبر هنا يبقى ليه مرجع اللي هو الدي نمبر اللي هنا عند الديبارت صح ولا ايه رايك؟ بحيث اما اجي ادخل رقم زي 10 ده الداتابيز تشيك تشوف هل بالفعل عندنا قسم رقم 10 ولا لا. لو ما عندناش الداتابيز ترفض عشان اطمن دايما ان البيانات المسجله عندي بيانات سليمه. ففي الحالة دي الداتابيز هترفض، هتقول لا مفيش حد عندنا بيدرس في قسم رقم 10 لان مفيش قسم 10. طيب انا غيرت رحت قايل ان احمد بيدرس في القسم رقم 1، فالداتابيز اما تروح تشيك على الديبارت نمبر اللي في الجدول بتاع الديبارتس هتلاقي بالفعل ان في قسم رقم 1، فهتقبل البيانات بدون مشاكل. جبت طالب كمان رقم 2 اسمه سعد، الطالب سعد بيدرس في القسم رقم
ثلاثة. الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ صح ولا في مشكلة؟ لا ما فيهوش مشكلة، لأن بالفعل أما أروح أعمل ريفرنس أو أرجع إلى الدي نمبر اللي عند الديبارتس فهلاقي فعلا في قسم رقم ثلاثة، فمفيش مشكلة، صح؟ فهو ده بقى اللي بيقوله. الكولوم ده يا اخوانا، الكولوم ده اللي هو بيعمل ريفرنس على كولوم اخر اللي هو بيرجع او بيعمل ريليشن مع البرايمري كي اللي في جدول اخر، فده بنسميه فورين كي. بنسميه ايه بقى؟ فورين كي. طب هما ليه سموه فورين؟ لان ده مش من اصل الجدول بتاع الستودنتس، صح؟ مش من اصل الجدول ده، هو محطوط هنا لعلة وهي الربط مع الجدول الأول اللي اسمه ديبارتس، عشان كده بيسموه فورينكي. أوكي؟ آدي المقصود بالفورينكي اللي هو ذكرها عندنا هنا. فقال لك الفورينكي كولوم ذات ريفرز تو ا برايمري كي كولوم ان انذر تيبل، يبقى كولوم بيرجع أو مرتبط بالبرايمري كي كولوم في انذر تيبل. ننتقل بعد كده للبروبرتيز اوف تيبلز، يعني في مجموعه من الخصائص يجب ان تكون متوفره في اي تيبل. اولا ان الانتريز ان كولومز ار سنجل فاليود، بمعنى ان اما تيجي تدخل بيانات في اي كولوم لازم تكون البيانات دي قيمه واحده، ما ينفعش تدخل في الفيلد الواحد اكثر من قيمه. يعني ايه؟ تعال نبص انا وانت كده. هنا مثلا انا دلوقتي اما باجي ادخل البيانات بتاعه الديبارتمنت نمبر مثلا، هل ينفع اجي هنا اقول والله الديبارتمنت نمبر مثلا 4 و5 اسمهم سوفت وير انجينيرنج مثلا؟ ده ينفع؟ لا ما ينفعش. عشان كده هو بيقول لك ايه، لازم تكون الفيلد فاليوز دي سنجل فاليود، يعني قيمه واحده، ل4 ل5 ما ينفعش تحط الاثنين دول. هل ينفع تيجي تقول القسم رقم 4 ده مثلا اسمه سوفت وير انجينيرنج واسمه مثلا اي تي ادمنستريشن مثلا؟ لا ما ينفعش، لازم تكون القيم اللي هتدخلها سنجل فاليود. ادي المقصود بالبروبرتي الاولى، انتريز ان كولومز ار سنجل فاليود. البروبرتي الثانيه، entries in columns are of the same kind. طبعا منطقي ان المدخلات اللي انت بتدخلها في الكولوم لازم تكون من نفس النوع، لازم تكون من نفس الداتا تايب. هل ينفع مثلا هنا واحنا بندخل البيانات بتاعه الطلاب اجي اقول والله الستودنت نمبر 1 و2 وعندي ستودنت رقمه اي بي؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، لان الاي بي ده الداتا تايب مختلف، احنا هنا النوع البيانات نمبر، فيبقى لازم كل الكولوم الداتا اللي فيه تكون نمبر او تكون نيوميريك رقميه يعني. ماشي، ادي الحاجه الثانيه. البروبرتي 3، each row is unique. كل رو لازم يكون مميز، كلمه يونيك يعني مميز، ودي احنا قلناها قبل كده. طيب حد يفكرني كده هيبقى مميز ازاي؟ ايوه باستخدام البرايمري كي، احنا قلنا لسه قايلينها قبل شويه، صح؟ زي هنا كده عندنا الجدول اللي اسمه ديبارتس، كل الصفوف اللي فيه صفوف مميزه، مفيش صف كامل مكرر، مفيش صف كامل مكرر. خلي بالك انا بقول صف كامل، ها؟ عشان ما تجيش تقول لي مثلا عندك هنا الطالب رقم 3 اسمه احمد برضو او اسمه عبد الله برضو وبيدرس في القسم رقم 1، تقول لي لا ده كده في تكرار، ده في عبد الله وعبد الله. لا، الصف كله مش مكرر. هل انت هتلاقي صف تاني في نفس الجدول مكرر فيه كل الاعمده دي؟ لا مش هتلاقي. فبنقول على ده يونيك، ده الرو يونيك، لازم يكون كل صف مميز عن باقي الصفوف، وبيكون عاده مميز بايه؟ بالقيمه بتاعه البرايمري كي. طيب نرجع تاني، البروبرتي 4، سيكونس اوف كولومز از ان، ها ان ايه؟ ان سيجنيفيكانت. شوف الكلمه الصعبه دي، ولا صعبه ولا حاجه يا راجل. ان سيجنيفيكانت يعني مش ضروريه، مش لازم. يعني ايه؟ يعني مفيش ترتيب انا مجبر عليه في ترتيب الاعمده.
ممكن ابدا بالدي نمبر ثم الدي نيم، الدي نيم الاول ثم الدي نمبر، اجيب الستودنت نيم في الاول في الاخر. ترتيب الاعمده مش اجباري، مفيش حاجه تجبرني ان انا ارتبهم كده، لكن طبعا في ترتيب منطقي. اما اجي اسجل بيانات مثلا الطالب فبسجل رقمه ثم اسمه ثم كذا كذا كذا، فيعني ده ترتيب منطقي. ده بس عشان يعني الريدابيليتي، عشان لما حد يقرا المواصفات بتاعت التيبل بتاعتك ويقرا الاعمده اللي فيه يعني يحس بشيء من المنطق. مش منطقي ابدا انك تخلي اسم الطالب اخر حاجه في البيانات بتاعته، صح؟ فهو ترتيب منطقي، لكن هو لو على اساس السنتكس والقواعد لا مش ضروري. Sequence of rows is insignificant برضو، يعني ترتيب الصفوف مفيش ترتيب. هتقول لي ازاي الطالب الاولاني يبقى ظاهر في اخر الجدول؟ الطالب الاولاني مكانه فين في الجدول مش مشكلة، احنا المشكلة عندنا فين اما نيجي نعرض البيانات دي قدام اليوزر. وفي الحالة دي زي ما هنشوف انا اللي بتحكم في شكل عرض البيانات، انا اللي عاوز اشوف الداتا دي مرتبة ازاي. اقول له الله رتبها لي باسم الطالب، رتبها لي برقم الطالب، رتبها لي بتاريخ الالتحاق بالكلية، ايا كان طريقة الترتيب دي حاجة ترجع لنا. لكن عند التخزين في الجداول ترتيب الصفوف لا يعنيني في شيء، مش حاجة ضرورية ابدا. البروبرتي 6، ويعني دي حاجة طبعا منطقية، ان each column has a unique name. كل عمود في الجدول له اسم مختلف، اسم مميز، صح ولا لا؟ طبعا ده شيء منطقي، يعني مش منطقي ابدا ان انت يكون عندك في عمود تاني هنا اسمه دي نيم، صح ولا لا؟ مش منطقي ابدا يعني. فاذا لازم العمود اسمه لا يكرر في نفس الجدول. قول لي ده انت هنا عندك اهو دي نمبر وعندك كمان هنا دي نمبر، لا ده دول في جدولين مختلفين، لكن في نفس الجدول لا يمكن تكرار اسم العمود. فادي البروبرتيز بتاعت اي تيبل، اي تيبل المفروض تتوفر فيه هذه الخصائص. بعد كده طيب انت خلاص عرفتنا ان في حاجه اسمها داتابيز وهيبقى فيها حاجه اسمها تيبلز وهنخزن البيانات في التيبلز. الوصول الى البيانات اللي موجوده في الداتا بيسموها اكسسنج داتا. اكسسنج داتا يعني الوصول الى البيانات اللي موجوده في الداتا، اللي موجوده في الداتابيز. فبيقول ان احنا عندنا طبعا الريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم، دي حاجه غير الداتابيز. الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هو نظام اداره قواعد البيانات. خلي بالك في فرق كبير، احنا عندنا الداتابيز نفسها كوليكشن اوف ريليتد داتا، الداتا دي البيانات، لكن الريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم ده نظام اداره قواعد البيانات، ده السوفت وير باكج اللي احنا بنستخدمها عشان نعرف ننشئ اصلا الداتابيز، عشان نعرف نعمل مينتننس للداتابيز. خلي بالك في فرق كبير. طيب ف to access the data in a database you don't need to know where the data is located physically. طبعا دي حاجة مهمة، مش شرط ابدا اكون عارف البيانات فعليا مخزنة فين، لا انا مش هشغل بالي ابدا بالتفاصيل دي. انا كل اللي انا محتاجه ايه؟ محتاج اما اكون عاوز بيانات معينة الاقي طريقة استرجع بها هذه البيانات، لكن فيزيكالي او فعليا الداتا مخزنة فين؟ على السيرفر ده، على سيرفر تاني في السعودية، سيرفر في مصر، سيرفر في على اون كلاود، حتى مش يعني مش مشكلتي. طيب وبالتالي انت بمنتهى البساطة you simply use structured query language SQL statements and operators. بس هو ده بقى مربط الفرس زي ما بيقولوا، انت هتستخدم SQL statements، هتستخدم الأوامر اللي موجودة في السيكوال عشان تحصل على البيانات اللي انت عاوزها، وتقول له أنا عاوز البيانات كذا وكذا وكذا بناء على الشروط وبالشكل الفلاني. الريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم بقى هيستقبل الأوامر بتاعتك وهو اللي يتصرف بقى داخليا، يجيب البيانات من أي سيرفر مش مشكلتنا، يجيبها ازاي مش مشكلتنا، المهم يرد عليا بالنتائج بناء على الكويري اللي أنا بعته. أوكي، خليني أبص أنا وأنت كده على الرسمة دي، هتوفر علينا الكثير من الكلام. آدي الأوراكل سيرفر اللي هيبقى عليه المفروض الداتابيز، وعليه كمان الداتابيز مانجمنت سيستم.
السيكوال ستيتمنت دي هي دي اللي انت هتكتبها. هتكتبها فين؟ هتكتبها في الابكس. السيكوال ستيتمنت دي بعد ما تكتبها وتقول خلاص يا جماعه انا عاوز اعمل رن، هترسل الى الاوراكل سيرفر. الاوراكل سيرفر هيستقبلها ويعمل لها بروسيسنج، وفي بقى خطوات بقى هتاخدها بالتفصيل في المقرر بتاع الداتا بيز 2 ان شاء الله اما تيجي تدرس، او الادفانس داتا بيز، هتشوف بيعمل ايه بالظبط. لكن هياخد السيكوال ستيتمنت يعمل لها البروسيسنج المطلوب، ويروح يجيب البيانات اللي مناسبه للكويري اللي انت بعته، وبعدين يبعتها لك في صوره ريزلتس. الداتا از ريتيرند فروم ذا اوراكل سيرفر باك الى اليوزر اللي طلبها. اللي طلبها من خلال ايه؟ طلبها من خلال الابكس، فهتظهر قدامه تحت في الريزلتس زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت. فده اللي بيتم. ننتقل بعد كده للكاتيجوريز اوف سيكوال ستيتمنتس. السيكوال ستيتمنتس يا جماعه مش كلها زي بعض، لا ده بتختلف حسب طبيعه الفانكشن اللي الجمله او الستيتمنت دي بتقوم بيها. فالسيكوال ستيتمنت هنا بيقسمها لاربعه كاتيجوريز. عندنا حاجه اسمها دي ام ال، حاجه اسمها دي دي ال، حاجه اسمها تي سي ال، حاجه اسمها دي سي ال. ايه الحاجات الصعبه دي بقى؟ ولا صعبه ولا حاجه، هتلاقي العمليه بسيطه خالص. اولا الدي ام ال اللي هي داتا مانيبيوليشن لانجويج. كلمه مانيبيوليشن يعني ايه؟ يعني التعامل مع البيانات اللي موجوده في الجداول. فالدي ام ال ستيتمنتس هي مجموعه الاوامر اللي انا عاوزها تو موديفاي ذا تيبل داتا باي انترينج نيو روز. انا عاوز ادخل بيانات جديده، او عاوز اعمل تشينج في الاكزيستنج روز. عندي بيانات موجوده وعاوز اعدل فيها. واحد كان راتبه 5000 عاوزين نخلي راتبه 7000، طالب كان بيدرس في الكلاس رقم 1 عاوزين ننقله ونخليه يدرس في الكلاس رقم 2، كان طالب في الليفل 5 ونجح فعاوزين نصعده للليفل 6. ده اللي بيسموه ايه بقى؟ اللي تشينج او الابديت. فانا عاوز اعمل تحديث في البيانات، او عاوز اعمل ريموفينج لاكزيستنج روز. عندي بيانات موجوده قديمه ملهاش داعي فعاوز احذفها. فالتعامل مع البيانات هيتطلب مجموعه معينه من الاوامر اللي هي زي الانسيرت والابديت والديليت. فدي اللي بيطلق عليها ايه بقى؟ دي ام ال، داتا مانيبيوليشن لانجويج. الكاتيجوري الثانيه داتا ديفينيشن لانجويج، ومن اسمها كده كلمه ديفينيشن يعني ايه؟ انا بعمل ديفاين لشيء، يعني بنشئه، بحط شكله، بحدد شكله ايه. فالداتا ديفينيشن لانجويج هي الستيتمنتس اللي بتستخدم في ايه بقى؟ في التعامل مع الاستراكشر بتاع الداتابيز اوبجكت. الاستراكشر اللي هو الشكل، اللي هو الهيكل. انا عاوز انشئ الجدول واحدد الاعمده بتاعته، فانا بشتغل مع الاستراكشر، فدي بنسميها دي دي ال. طيب انا ممكن اكون بعمل ايه؟ ممكن اكون بعمل كرييت للداتابيز اوبجكت جديد، صح؟ عاوز انشئ تيبل جديد، عاوز انشئ فيو جديده، فده بيسموه كرييت. او انا عندي داتابيز اوبجكت موجود ولكن عاوز اعدل فيه، عاوز مثلا التيبل اللي اسمه ستودنت نسيت اضيف العمود بتاع الايميل بتاع الطالب، فانا عاوز اضيفه، فانا هغير فين؟ في الاستراكشر بتاع التيبل، فبنسميه تشينج. عندي عمود اكتشفت انه ملوش داعي فانا عاوز احذفه، فده تشينج في الاستراكشر، وهنشوف الامر ده بالتفصيل. ممكن اكون عاوز اعمل ريموف للاستراكشر بشكل نهائي من الداتابيز، في تيبل انا عملته اكتشفت ان ملوش داعي فعاوز احذف التيبل ده كليه من الداتابيز. فيبقى اذا الاوامر اللي هستخدمها عشان اتعامل مع الاستراكشر بتاع الداتابيز والاستراكشر بتاع الداتابيز اوبجكتس هنسميها دي دي ال. وهو ضرب لي امثله اهو، قال لي زي الامر بتاع كرييت، امر بتاع الالتر اللي بيستخدم في التعديل، امر بتاع دروب اللي بيستخدم في الحذف، مش حذف البيانات، لا حذف الاستراكشر كله، حذف التيبل. رينيم يعني اعاده تسميه، كان تيبل اسمه كذا واكتشفت الاسم ده مش صح، او انا كتبته حرفيا غلط فانا عاوز اعيد تسميته، وهكذا. فيبقى دي مجموعه الاوامر دي اسمها ايه بقى؟ دي دي ال. طيب الكاتيجوري الثالثه اللي هي ترانزاكشن كنترول لانجويج او التي سي ال.
والترانزاكشن كنترول لانجوج يعني قال لك دول مجموعة الجمل اللي بنستخدمهم لإيه؟ to manage the changes made by DML statements. يعني إيه يا جماعة؟ أنا دلوقتي أما باجي أنفذ مجموعة عمليات من شأنها التعديل أو التعامل مع البيانات اللي في الداتابيز، فبجمع مجموعة الأوامر دي أو مجموعة العمليات في حاجة اسمها transaction. خليني أضرب لك مثال. أنا هفترض دلوقتي أنا عاوز أحول فلوس من الحساب A إلى الحساب B. خلاص؟ هتعمل إيه؟ أولاً هتعمل استعلام، هل الحساب A فيه فلوس بالفعل ولا لأ؟ صح؟ آه، فأنت هتعمل حاجة اسمها سيلكت. طيب لو لقيت فيه فلوس هتسحب من الحساب A، فأنت هتعمل تغيير، صح؟ تغيير هنا قلنا عليه اسمه ايه؟ ابديت. هعمل خصم من الحساب ايه. طيب بعد كده هتروح تعمل ايداع في الحساب بي، فانت هتزود الرصيد بتاع حساب بي، فهتعمل حاجة اسمها ابديت، هتعدل الرصيد اللي في الحساب بي، وهكذا، صح؟ اه، مجموعة الاوامر دي مع بعضها كده اللي هي عدلت في البيانات دي، اما بنيجي ننفذها بننفذها في صورة حاجة اسمها ترانزاكشن. فالترانزاكشن هي مجموعة أوامر من شأنها التعديل في البيانات اللي موجودة في الداتابيس. طيب الترانزاكشن دي يا جماعة بيبقى ليها begin وليها end، وبنكتب الأوامر اللي احنا عاوزين ننفذها مع بعض دي ما بين البيجين والإند. والمفروض ان الترانزاكشن دي اما تتنفذ كلها او تلغى كلها، ده شرط في الترانزاكشن. يعني معنى مش ممكن بعد ما تكون خصمت فلوس من الحساب الاولاني والكهرباء مثلا فصلت فنقول والله الراجل لا ده فلوسك ضاعت، لا، ادام الكهرباء فصلت والترانزاكشن ما كملتش كلها يبقى الترانزاكشن كلها بتلغى. فهو ده ميزة في الترانزاكشن، ان هي بننفذ مجموعة الاوامر دي كوحدة واحدة، كلها تتنفذ او لا. طيب فدلوقتي انا عاوز انفذ الترانزاكشن، فانا السيكوال موفر لي اوامر اقدر امانج بيها الترانزاكشن. الاوامر اللي هم موفرينها زي الكوميت والرول باك والسيف بوينت، وهنشوفهم بالتفصيل اما نيجي نشرحهم. عندي كمان الداتا كنترول لانجوج اللي هي دي مجموعة اوامر من شأنها كده بتعمل ايه؟ كنترول. ها، كنترول لايه؟ للصلاحيات، الرايتس، الحقوق او الصلاحيات اللي انا ممكن اديها ليوزرز معينين على الداتابيز اوبجكتس. فعندي الدي سي ال او الداتا كنترول لانجوج زي امر اسمه مثلا جرانت، امر اسمه ريفوك. جرانت بيعطي صلاحيه لشخص معين على داتابيز اوبجكت معين، اقول والله اسمح لمحمد ان هو يقرا البيانات اللي موجوده في التيبل الفلاني، اسمح لعلي انه يقدر يعمل ابديت في الداتا اللي موجوده في التيبل الفلاني، اسحب الصلاحيه دي من محمد، يبقى هعمل حاجه اسمها ريفوك وما الى ذلك. فالاوامر اللي انا بستخدمها عشان امانج موضوع الصلاحيات دي فانا بسميها دي سي ال او داتا كنترول لانجوج. وبكده نبقى وصلنا لنهايه هذا الليسون، وهو كان ليسون مهم جدا لانه فيه الكثير من الكونسبتس والكي تيرمز اللي المفروض نكون متقنينها وعارفينها جيدا. ففي الاخر بقى، وبرضه دي من عظمه الدراسه على المقررات بتاعه الاوراكل اكاديمي، ان هو دايما يحط لك في اخر كل ليسون حاجه اسمها الترمينولوجي، وهي دي كل الكي ووردز وكل الكونسبتس وكل الكي تيرمز اللي مرت عليك خلال دراستك لهذا الليسون. لازم ما تخرجش من هذا الليسون الا لما تكون متقن لكل هذه المصطلحات. اوكي، بكده نبقى وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله نكمل السكشن في الفيديو القادم.